السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا بيان، صحتكم لاباس. ناس بزاف ما تمتش اهميه الفطرار. الفطرار خويا العزيز يقدر يتسبب لك باش يروح لك الموتور كليا. الناس بزاف ما تمتش اهميه كاع الفطرار، ما عنده حتى. كاين ناس والله ما على بالي على طوموبيل فيها فطرار ما فيها. السياره هذه جاتني تشاك شاعل كي سكاني تقد سيركويدار كونتيتي دار انفيريور لا كونسيل، معناتها بلي الريح ماهوش يلحق المحرك لهنا، ما يلحقش الموتور، ما يتعمرش. شوفوا لي طاتا الفطره اللي لقينا فيها، شوف لي طاتا الفطره كيف هنا. شوف الكارثه هذه هنا. واش راح نقول لكم؟ شوف انا المشكل هنا في السيارات هذو، ما تقدر تولي عندك ان سور كونسوماسيون دوين من الفطره. علاه نفهمك؟ علاه غير بالعقل. هنا المحرك يتنفس منا، لاليمونطاسيون تاع الريح تاعو يدخل منا، يدخل يصفي الفيتر تاع الريح، يدخل الديبيماتر، يحفظ لا كونتيتي ولا تومبيراتور دار لي داخل الموتور، ومن بعد ديك يدخل لهنا يتكومبريما بالتوربو، يولي هنا ضغط كبير يلحق المحرك لهنايا، يلحق المحرك. قبل ما يلحق المحرك كاين ايشونجور هنا اللي يبرد الريح باش يلحق يلحق الريح المحرك بارد. هنا نتايا كي دير له باراج هنا تولي فيترار ما كاش، يولي يجبد لك الزيت من رينيفلور، يولي المحرك ما يتنفش، يولي يقعدوا فيه لي غاز سخونين لداخل. واش يولي ياكل في بعضه، ومن بعد يولي ياكل في الزيت. كي يولي ياكل في الزيت يقول الطوموبيل هذو ماشي ملاح، وهما حنا لوطوريتي اللي ما يديروش شي وقته. هنا هذا شيء خطا كبير. انا يا جينيرالمون سيارتي كل 10 عام نبدل الفيتر تاع الريح، على بالي بلي بلادنا مغبره، وعلى بالي بلي كاين لابوسير بزاف. لهذا يلزم الانسان يبدل فيترار قبل وقته. شوف لهنايا واش كاين لداخل هنا. شوف هنا امام الديبيمتر ما راحش يحسب، ما راحش يحسب سواسوا، ويولي عندك مشكل في السياره تاعك. وما ماشي محرك، يطير لك امبو من لهنا يدخل للتيربو، يكلاطي لك التيربو، ومن بعد الموتور راح لك الموتور. لهذا الانسان يلزم دائما يحافظ على دور الصيانه، يلزم الانسان دائما يعرف وقت الصيانه وقتاه، يبدل بياسات، ما يبقاش يشح، لانه يشح هنا يخلصها هنا، يشح في 150,000 يخلصها ب 40 مليون، حاجه سهله مهله. لهذا خويا العزيز عندك سياره حافظ عليها قد ما تقدر، لان الوقت الحالي راه من السيارات ما كاش، سيارات غاليين، بياسات غاليين، بياسات ما كاش. لهذا خويا حافظ على طوموبيلك وديرها داخل عينك الى تقدر، ديرها داخل عينك هكذا باش تحافظ على سيارتك. هذا واش نقول لكم، والسلام عليكم.